نرحب بممثلات وممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية. نرحب أيضا بساكنة جهة الشرق وبمواطنات ومواطنين مدينة وجدة. نرحب بكم في هذا المهرجان الخطابي الذي تؤطره النائبة البرلمانية نبيلة منيب. هذا المهرجان الخطابي الذي أردنا أن نجعل منه مهرجان أيضا تضامنيا مع جميع الفئات المهمشة. بعد أكثر من 7 سنوات على حضور الدكتورة نبيلة منيب إلى مدينة وجدة، نرحب بك مجددا في المدينة وفي جهة الشرق. حضوركم اليوم الكبير والمكثف يوضح بالملموس على أن الدكتورة نبيلة منيب تحظى بالاحترام الكبير، فمواقفها الجريئة وتعاطيها مع الملفات الحساسة أعطت أملا في وجود قيادات سياسية صادقة. فعلى الرغم من الضغوطات الكبيرة والحصار المتواصل على الحزب منذ سنين، ما زالت الدكتورة نبيلة منيب وفية لشعارنا معا من أجل السيادة الشعبية. أعطي الكلمة للرفيق توفيق أفقير الكاتب المحلي للحزب الشراكي الموحد فرع وجدة، فليتقدم مشكورا. الذي أبرمه مستشارينا داخل الجماعة مع المواطن الوجدي على الخصوص، حيث تم الترافق على مجموعة من القضايا المحلية من بينها قضايا النقل الحضاري ومدن النفايات وغيرها من القضايا الحساسة، مع إيصال المعلومة إلى أكبر قدر ممكن من الساكنة عن طريق النقل الدائم لمجريات أشغال الجلسات عبر تقنية البث المباشر. ترافع مناظر الحزب بذلك على عدة ملفات وساهموا في إيصال أصوات أصحابها، نددوا بالتجاوزات ورفضوا الشطط في استعمال السلطة، ووقفوا ودعموا كل صاحب حق وكل منظم. لذلك هي فرصة قبل أن أختم كلمتي، نحيي فيها جميع أبطال ملفات لا زالت قائمة تحتاج دعمنا اليوم ودعم كل الهيئات والدوات المنظمة. الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة ما زال على العهد بأننا سنتطرق لجميع الملفات المحلية كيفما كان نوعها وحجمها، وسوف نسلط الضوء عليها بكل إمكانياتنا المتواضعة. مجددا مرحبا بكم. مع الرفيقة فاطمة الحبالي كاتبة الحزب المدينة التوليد، والتي دورها تم توقيتها عن العمل. من طرف رئيس جماعة توريرت. نقوم بحراك سلمي حضاري ضد خفصة الماء. يتقدم معنا ممثل تنسيقية كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والذين يخوضون إضراب مفتوحا عن الدراسة لما في ذلك الدروس النظرية والتدريب الاستشفائية، والذي امتد إلى مقاطعة الامتحانات، فليتقدموا مشكورين تضامن الكل والمشروع. Yeah.
يتابع على شكاية من طرف والي جهة الشرق على إثر تدوينة خاطرة كتبها في صفحته الشخصية على الفيسبوك. كل التضامن مع الصحفي عبد المجيد أميايي.